وبعدين اللي بيشتغل اللي بيحب البلد دي بقى لو بيشتغل 8 ساعات يشتغل 10 بس العيد تبقى 3 ايام بس كلام واضح لا بعدين ده 3 ايام بس مش عندناش ساعات انا راجع عليكم ومصر الشغل حضرتك واحنا في الشغل بعون الله ادينا شغل بس يا راجل الشحنه ابو ثلاث يلا على بركه الله استاذ سعيد رئيس مجلس الوزراء ثاني ابو ثلاث على بركه الله مبروك يا باشا علينا كلنا مفيش وقت للصلاه